السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا من 58 ولاية مرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثاث ثقة نظرا لطلباتكم خاوتنا وقتلنا لنا تجيبوا لنا لي طاب رانا جبنا لكم بليزيور موديل شابين خاوتنا في الكاتشيز في السيشيز حتى في الويشيز خاوتنا بدي في موديل نتمنى ينالوا اعجابكم خاوتي قبل ما نبداو نشرح لكم هذا طابس على مونجي ماذا بينا تابوني معنا في لاشين يوتيوب وتفعلوا زر الجرس خاوتنا وتبارتاجيوها وتخلوا لي كومونتير تقولوا لنا واش من لاطاب اللي عجبتكم هكذا باش اه نشوفوا الطابله الممتازه هنا في محل اثاث ثقه ونبداو على بركه الله بالطابله رقم واحد كيما راكم تشوفوا البريمي موديل خدمناه لكم في الويشيز يعني مختلف كامل اون بوا ميم لي تشوفوهم مخدومين كامل اون بوا اتر شوفوا الله يبارك لا حاجه ما شاء الله لا سوليديتي خوتي دائما اثاث ثقه بازيركم عليها تدو حاجه صحيحه شوفوا الله يبارك البي تاعها جاي في ستير كاري خوتنا بزاف غليظ الله يبارك هاد لاطاب اللي سميناها خوتنا بارودا شوفوا الله يبارك لاطاب من فوق فيها قاعده زجاجيه او ميليو لاطاب حاجه ما شاء الله في اللون الاسود شوف الله يبارك الكرسي تاعها الكرسي تاعها خوتي بزاف قيل. حاجة صوليد كيما راكم تشوفو دلنا لكم دي حتى للتحت تحت كامل اون في قاعدة بالكابيتوني في المارون توجور طاش خوتنا اللي دير من تحت مخدومه كامل بتونو موتوس خاوتنا نشوفوا الدريال كيفاش مخدوم حاجه ما شاء الله بالنسبه للطول فيها زوج مترات العرض 95 سنتيمتر والارتفاع 78 سنتيمتر خاوتنا والسعر 14 مليون و800 ننتقلوا نزيدوا نشوفوا موديل كيما هو ولكن في السته كلاس خاوتنا شوفوا الله يبارك كيف خرجت شابه ومتحوفه يعني تصميم واحد ديزاين واحد بوا واحد و برك مخدومه في السيشات شاس كيما راكم تشوفوا حاجه من نوع رافع بالنسبه للطول 160 العرض 84 والارتفاع 78 والسعر خاوتنا دي مليون و 10 ملايين و 800 خاوتنا ننتقلوا نزيدوا نشوفوا لو ترويزيام موديل او لو دوزيام موديل بأحرى لو موديل ايفون هذا لو موديل اللي دار بس كبير في محل اثاث ثقه كيما راكم تشوفوا في قاعده زجاجيه بالاسود من الفوق خاوتنا حاجه ما شاء الله توجور خدمه اون بوات لا فينيسيون الله فيني والله يبارك الفيناج ولا كولور بزاف شابه في في الميال كيما راكم تشوفوا حاجه ما شاء الله لي بي بزاف الله يبارك جاي كيما راكم حاجه في البلا و توجور صوليت خاوتنا كيما راكم يعني بمجرد انك تشوف لا تعرف باللي صحيحه خاوتي شوف الله يبارك لا كيفاش مخدومه شوف كيفاش راهي انكليني خاوتنا شوفوا كيفاش تتبارطاجا على حساب الدار تاع الانسان اللي يكون مريح فوق هذا لا شيس خاوتنا مرتاح توجور بتونو كيما حاجه حاجه بزاف بزاف شوفوا الله يبارك الظهر كيفاش مخدوم حاجه ما شاء الله خوتنا كيما راكم تشوفوا، ننتقلوا نشوفوا شويه لي ديتاي أكثر على هاد لاطاب خوتنا من ناحية الطول اللي راي فيها خوتنا كيما راكم تشوفوا 160 82، والارتفاع 78 سنتيمتر خوتنا، والسعر دي مليون و مع التوصيل الكامل الولايات. أه نزيدوا نروحوا نشوفوا لو ميم موديل برك خدمناه لكم خوتنا في الكاتشاس، كيما راكم تشوفوا الكاتشاس، الناس اللي عندهم الضيق، خوتنا بروبوسيولكم هاد لو موديل اللي خرج تحفة، بالنسبة للطول 120 العرض الأرض 82. والارتفاع 75 والسعر 7 ملايين و500 توجور بلو بوا خاوتنا ونزيدو نروح نشوفو موديل واحد داخل في الاوفال قوة الله يبارك كيما راكم تشوفو اللي مخدوم في السيشات عفوا كيما راكم تشوفو حاجة ما شاء الله لاشيس تاعها بزاف متميزة لاطابل في الاوفال كاين بزاف لي دوموندونا في لاطابل اوفر خاوتنا كالعادة اثاث ثقة انتوما تطلبو احنا نوفرو لكم خاوتنا كيما راكم تشوفو حاجه من وعن الرافعه الله يبارك هاي ليكم. طاب حاجه بزاف متقونه خاوتي كيما راكم تشوفوا، بالنسبه للطول 290 العرض 1 متر الارتفاع 82 سنتيمتر خوتنا والسعر 14 مليون و800 خوتي، حبيت نقول لكم فقط باللي هذا المودير راهو نفسه برك في الرون درناه لكم في الرون خوتنا حاجه ما شاء الله شوف الله يبارك بزاف ناس سقساونا على طابلة مدورة رانا جبنا لكم طاب صالة مونجي مدورة مخدومة بلو بوا اللي تعجبني شخصيا هي كيما نقولوا لاشيز يعني عندها نفس لاشيز مع آه... الاوفر اللي كنا شفناه بالنسبه للقطر متر 10 ارتفاع 80 سنتيمتر خاوتنا. والسعر يبقى 7 ملايين و500 فاد معنا بطابله بزاف بزاف شابه خاوتنا. نتمنى يكونوا نالوا اعجابكم هذا اللي طاب سلامون شي خوتنا هذه لابارتي ان. 1 درنا لكم دو بارتي خوتنا اذا شفنا تفاعل كبير وشفنا بلي هذا لا فيديو ادات حقها خاوتنا من ناحيه المشاهدات من ناحيه الاعجابات خاوتنا. راح نزيدوا نديروا لكم لا راح يكونوا فيها افخم وارقى طويلات سالمون شي خوتنا اللي رايحين تشوفوهم خاوت انا واش نقول نقولكم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم اللي حاب يحجز اللي حاب يستفسر الرقم راهي في اسفل الشاشه انا واش نقول نقولكم بارطاجيو لنا لا فيديو عاودوا ابوني معنا اذا ما راكمش ابوني وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل الجديد وانا واش نقول نقولكم كان معكم الاخ عبد الرزاق وكان في الانتاج هذا لا فيديو خويا محمد واخر كلام سلام